الغني كميل، رئيس جامعة سيدي بدهاش بدائرة أم زميز إقليم الحوز. كما كتعرفون الحوز عرف مؤخرا بتاريخ 8 شو تنبير الساعة 11 و10 دقائق هزة أرضية عنيفة اللي أدت بواحد العدد كثير ديال الأرواح وأضرار كثيرة. ومن هذا الباب كان نقدم التعازي مجددا لأرواح ديال الضحايا، وكان اغتنم الفرصة باش نجدد الشكر ديالي والامتنان الخالص خاصة لصاحب الجلالة نصر الله اللي قام بمبادرة سريعة وناجعة اللي جعلت أن مقومات الدولة كلها تعبأ بشكل يعني فعال، والكل تعبأ لا من سلطة مركزية ولا إقليمية ولا محلية، جميع القطاعات الحكومية، الجيش، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، القوات المساعدة، الكل إلى جانب المنتخبون والمجتمع المدني والمواطنات والمواطنين اللي عبروا على واحد الملحمة تضامن رائدة وعطت للعالم واحد رسالة اللي هي مثالية، والكل تعبأ لجبر هاد الأضرار ديال هاد الناس اللي تضرروا. وكان تدبير الأزمة من النهار الأول يعني على حسب هاد التعليمات السامية مشى بواحد الشكل اللي قدرنا من خلاله نخففوا شوية على هاد الأضرار. فكان في الأول يعني عملية إنقاذ الأرواح اللي كانت باقية، وعملية دفن الموتى، وعملية يعني سكن المؤقت في الخيام للناس اللي فقدوا السكن ديالهم لأن الأضرار كانت جسيمة. معظم البنايات اللي ماشي هدمت وخاصة اللي مبنية باللوح يعني بالتراب فهي يعني عرفت أضرار كبيرة جعلت الناس أنها ما يمكنهاش تسكن فيها، وبالتالي يسكنوا في الخيام وتوفروا لهم يعني جميع المساعدات اللي يمكن لهم يعيشوا بشكل مؤقت. وبالتالي جات المرحلة الأخرى ديال الإحصاء ديال المتضررين إلى حدود الساعة، فباقي العملية جارية في تدبير الأزمة اللي كانت يعني عرفت واحد النجاعة كبيرة، ونتمنى على الله أن يعني العملية إعادة الإعمار تكون في نجاح ونكونوا تجاوزنا هذه المحنة بسلام.